لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي العربي الأمين إمام المرسلين وقدوة المصلحين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بداية باسم المجلس الأعلى للإصلاح ممثلا برئيسه فضيلة الأخ المراقب العام الدكتور همام سعيد وإخوانه في المجلس، نرحب بالإخوة والأخوات الإعلاميين مقدرين لهم مشاركتهم في تغطية وقائع المؤتمر، ونستهل مؤتمرنا بالتأكيد على إدانة المجلس الأعلى للإصلاح والحركة الإسلامية عموما. الإدانة الكاملة لكل المحاولات التي تستدعي صراع الحضارات وتصادم الثقافات والاستفزاز المستمر لعقيدة المسلمين والنيل من مقدساتهم والإساءة لنبي الأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الوقت ذاته فإننا نؤكد على احترام جميع الأنبياء والرسل، لا نفرق بين أحد منهم، وإن الفيلم الذي أثار حفيظة المسلمين والمنصفين في كل مكان لم يكن حادثا معزولا، فقد شهدنا رسوما مسيئة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، واعتداءات متكررة على القرآن الكريم والمساجد، واستهدافا مستمرا لكرامة الأسرى والمعتقلين في كل سجون البغي الصهيوني والمعتقلات النازية الأمريكية، من أبو غريب إلى الفلوجة إلى باغرام إلى قلعة الخزي في غوانتنامو التي لا زالت شاهدة على توحش الإدارة الأمريكية وانتهاكها لأبسط حقوق الإنسان وكرامة البشر، إضافة إلى النيل الدائم من رموز الدين الإسلامي وإصدار التشريعات التي لا زالت شاهدة على توحش الإدارة الأمريكية الظالمة وانتهاكها لأبسط حقوق الإنسان وكرامة البشر، إضافة إلى النيل الدائم من رموز الدين الإسلامي وإصدار التشريعات التي تمنع الحجاب كما تمنع بناء المآذن. وإذا تنصلت الإدارة الأمريكية من تبعات الجريمة الأخيرة المتمثلة بالفيلم الأخير فعليها أن تكف عن بقية ممارساتها العنصرية في معاداة الإسلام واستهداف المسلمين، وتحت عنوان محاربة الإرهاب الذي هو صناعة صهيونية وأمريكية بامتياز. وإننا بهذه المناسبة نطالب الرئيس الأمريكي أن يفي بوعده قبل 4 سنوات بإغلاق معتقل وانتنامه بدلا من تقديم القرابين في سوق التنافس الانتخابي مع الجمهوريين والاعتراف بل التعهد بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني. وبعد كل ذلك، هل يحق لهم للإدارة الأمريكية والخارجية الأمريكية أن يعيدوا السؤال المغلوط لماذا يكرهوننا؟ ونحن بدورنا نسأل لما كل هذا الحقد والكراهية والتآمر على نهضة الأمة ومشروعها الحضاري التحرري؟ إننا في المجلس الأعلى للإصلاح ونحن ندين هذه الإساءات المنكرة
والاعتداءات المتكررة، فإننا نؤكد على ضرورة الاحتجاج السلمي والحضاري على هذه الممارسات، وندعو إلى تجنب كل أشكال العنف التي لا تتفق وهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخدم المصالح العليا للأمة. وفي الوقت ذاته فإننا نهيب بالنظام الرسمي في الوطن العربي والإسلامي أن يطلع بمسؤولياته، وما كان لأحد أن يتجرأ على هذا الدين وعلى نبينا العظيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لو كانت لهم غيرة أبي بكر ومروءة المعتصم. أما الإصلاح وهو الهدف الذي سعت إليه الحركة الإسلامية في الأردن منذ نشأتها، فعملت على إصلاح الفرد والأسرة والمجتمع للوصول إلى إصلاح الدولة. ولقد ظلت الحركة على مدار سنوات طويلة تدفع باتجاه تغيير حقيقي في قواعد وأصول الأداء السياسي، بحيث يضعنا على مسار التحول الديمقراطي ويرفع الوصاية السياسية والأمنية عن إرادة الشعب الأردني، حتى يكون الشعب بحق مصدرا للسلطات وصانعا للقرارات. ولقد عبرت الحركة الإسلامية عن برنامجها السياسي ومشروعها الإصلاحي في كل المحطات السياسية التي مرت بها، ابتداء من تحديد الأهداف العامة عند تأسيس الجماعة، ومرورا بالبرامج الانتخابية المتعددة، وما جاء في رؤية الحركة الإسلامية للإصلاح عام 2005. وقد بادرت الحركة إلى تحديد مطالبها الإصلاحية بشكل واضح ومعبر عن أشواق الشعب وتطلعاته لبناء أردن الغد الذي نريد، نهضة وتنمية وحرية وأرض حشد ورباط، ودولة قوية قادرة على مواجهة التحديات ومقاومة التهديدات. واعتمدنا للتعبير عن هذه المعاني شعار إصلاح النظام، وعلى النحو التالي: إعادة الاعتبار الدستوري للشعب الأردني ليكون مصدرا للسلطات بانتخابه لمجلس الأمة بشقين الأعيان والنواب، إذا أريد لمجلس الأعيان أن يكون جزءا من السلطة التشريعية، وتشكيل حكومة الأغلبية البرلمانية ذات الولاية الدستورية العامة والمسؤولية الكاملة على كل الأجهزة التنفيذية في الدولة، وبخاصة جهاز المخابرات العامة الذي تغول على كل مفاصل الحياة السياسية. ووفقا للمهام التي حددها الدستور وفصلها القانون على وجه الحصر والإلزام بحفظ أمن المواطن، هذا هو دور الأجهزة الأمنية وفي مقدمتها جهاز المخابرات العامة، حفظ أمن المواطن والوطن وتقديم الاستشارات الأمنية لرئيس الحكومة، وعدم التدخل في الشؤون المدنية والإدارية والسياسية. وبما يفضي أي رؤيتنا للإصلاح، وبما يفضي إلى التداول السلمي للسلطة كما هو في كل الأعراف الديمقراطية العالمية، الأمر الذي يستوجب إجراء تعديلات دستورية، وبخاصة المواد 34، 35، 36 لإزالة التناقض بينها وبين النص الدستوري الذي يقول الشعب مصدر السلطات، والنص الدستوري الذي يقول نظام الحكم نيابي ملكي وراثي. تعديل هذه المواد الدستورية من أجل بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة قوية وقادرة. لقد استمر حراك الشعب الأردني في الشارع بين مد وجسر على مدار 20 شهرا، وانتظر الكثيرون تحقيق وعود الإصلاح التي أطلقها النظام، بدءا من محاربة الفساد وتعديل التشريعات بما يتناسب مع تعريف الدستور للنظام السياسي
بأنه نيابي ملكي وراثي، مع ما يستلزم ذلك من تحصين لمكانة مجلس النواب من الحل أو الانتقاص من صلاحياته التشريعية والرقابية. والنص على تكليف الأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة التي تتلازم فيها السلطة والمسؤولية أمام الشعب الذي انتخبها وكلفها بتفويض الانتخابي النزيه وخالٍ من كل أنواع التزوير الذي أصبح الصفة الملازمة للانتخابات الأردنية، وتجعل من رئيس الوزراء موظفاً تنفيذياً. أي هذه التراجعات جعلت من رئيس الوزراء موظفاً تنفيذياً عند بعض الأجهزة الأمنية وخاضعاً لنفوذ الديوان الملكي. واستبشر الأردنيون بأن يسبق ربيعهم بنكهته الحضارية السلمية ربيع كل الدول العربية، انطلاقاً من وعي الشعب الأردني ومسؤوليته الوطنية العالية، وأن يتحقق التلاقي بين الإرادة الرسمية والشعبية حتى نتفرغ للبناء الحضاري وإصلاح كل الاختلالات والتشوهات التي أصابت مؤسسات الدولة الأردنية فأضعفتها وأذهبت هيبتها وتلاشت ثقة المواطنين بقدرة المسؤولين على إنجاز التقدم والازدهار والحد من الفقر والبطالة واستنزاف المال العام ومقدرات الوطن ورفع نسبة الناتج المحلي وتقليل العجز في المدفوعات ومواجهة تضخم المديونية المتزايد في كل سنة. إلا أن هذا الحلم تلاشى. تلاشى بسبب غياب الإرادة الجادة في الإصلاح.